أنا ترزا أحمد عبد الله دكة، مديرة جمعية غارة البداية. نادينا أنا ومجموعة من النسوة وزرنا المشروع هذا، مش نحاولوا كيف نساعدوا في رفع مستوى المعيشة للأسرة الليبية. طبعا أنا كنت ضابطة في القوات المسلحة، فما قدرتش نقعد في الحوش بطبيعتي كعمل نشاطي، ما قدرتش، فاتجهت لحاجة تفيد المجتمع، تفيد المرأة خصوصا. فقمنا احنا ومجموعة من صديقاتي ومجموعة من زميلاتي واجتمعنا ودرنا برنامج الجمعية هذه، وحاولنا فيه ندربوا المساوين على الخياطة والأشغال اليدوية، ونحافظوا به على التراث بتاعنا التقليدي، وفي نفس الوقت تحاول المرأة تجد ما يساعدها في رفع مستواها المعيشي أو زيادة دخل الأسرة. طبعا كوني اخترت المجال هذا نظرا للحاجة المادية، نظرا لنقص السيولة والغلاء المعيشي اللي حاصل الآن. طبعا أنا من الرائدات اخترت المجال الخدمة الاجتماعية هذه، بطبيعتي كضابطة ما نقدرش نقعد في الحوش وأنا نتفرج مثلا على الوضع اللي ما هو عليه، يلزم نتحرك أو نحاول إني ندير شيء يفيد المحيط اللي أنا فيه. والنشاط هذا اخترناه أنا والمجموعة المساوين، والحمد لله وصلنا لدرجة معينة من النشاط، واللي نفخر به إن حاليا عندنا 4 دفعات تخرجوا من هذه الجمعية تمكنا من الخياطة. وأكثر شيء تحس بالفخر لما تكون أنت قاعد في مكان، مثلا تجيك واحدة من السيدات أو واحدة من خريجات الجمعية تقول لك أنا السنة هذه مثلا لبست أولادي من مجهودي، يعني هذه حاجة نحس بأن نفخر بها. ونصيحتي لكل شابة ليبية بصفة عامة، نصيحتي لها لما تحطي هدف معين يكون هدف سامي يلزم تتحملي عشانه، يلزم تصري توصلي لمرحلة النجاح، والنجاح لما توصلي له يلزم يكون عندك إصرار أقوى تقعدي مستمرة في النجاح. فسهل الإنسان ينجح، لكن أصعب منه أنك تقعد مستمر في النجاح.